من المصابين في مستشفى بحري، برضه حيحكي بشي اللي حصل له هسه. والله قلنا نحن عرف طبعاً اسمك؟ عبد القادر راسي. من وين؟ من درمان الشهداء. احنا في الترس في جامعة الخرطوم. تهيمنا اول حاجة بقوات بتاعت شرطة في البداية، جات خاشة في الجامعة. شرطة ولا؟ شرطة في البداية. دي شرطة. ومن الكوبري كجايين ناس الدعم السريع، ناس الشرطة ما خليناهم يخشوا، رجع بعد شوية يجوا ناس الدعم السريع. ما بيعرف اي زول ولا مرة ولا راجل ولا بهم شغالين بعكاكيز وكلاشات، بيوجهوا عليك الكلاش عديل بالدكتور. كيف طمنا على حالتك الحاصل شنو؟ والله الحمد لله سي، بس انا في راسي وفي رجلي كده ضربة في الراس. الضربة دي بشنو في الراس؟ والله عكاز كده عصاية. اه بعكاز. اه والحلاقة دي شنو الحلقة عليك؟ الحلاقة دي والله يا هو برضو نفسي هم ذاتهم بحلقوا لك. شربوكم برضو موية وسخانة ولا حصل حاجة زي الاخوان؟ لكن دردك ده قال لي تدردك في الفور وبتاع كده. وصل الكلام ده ثاني؟ قال لي دردك في الماء في فور في الشارع في الماء الوسخانة. آه. كمية كانوا دردكت عن دردك. دي صورة بشعة جدا جدا، يعني دي صور بتاع التعذيب بالنسبة للصور. الحمد لله الله معانا، وإحنا لسه ما حنرجع، جايين راجعين تاني. صابيننا يعني لسه تسقط بس حنرجع. نموت وبعد ذاك نحاسب قدام كلنا. ألف سلام عليك إن شاء الله.